افتتحها وزير التربية والتعليم دكتور محمود أبو النصر ومحافظ القاهرة دكتور جلال سعيد مدارس منطقة رابعة العدوية المتضررة من أحداث اعتصام الإخوان المسلمين بعد ترميمها. شكر دكتور محمود أبو النصر كل من ساهم في ترميم المدارس لتستطيع استقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، كما توجه بالشكر للطلاب الذين حرصوا على الحضور أول أيام الدراسة ومعهم علم مصر تعبيرا عن حبهم لبلادهم. وأوضح محافظ القاهرة أن الدولة حرصت على بدء العام الدراسي في موعده لتثبت للعالم كله أن مصر آمنة وقادرة على الاستقرار مهما مرت بظروف سيئة وصعبة، لأنها مصر التي تستطيع أن تقهر كل الصعاب. وأكد أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية مؤمنة بالكامل. يا مستقبل مصر، يا الظهور اللي منبته وشايفاها
في احلى صوره. كل سنه وانتم طيبين ومصر بخير ومدرسينكم والاداره وكلكم بخير ان شاء الله. شكرا.